ازيك؟ الحمد لله. تلبستيش ليه؟ مش هنقعد في حته؟ لا، ما انا مش عارف انزل دلوقتي خالص. تعالي نقعد لجوه. تعالي. هلا، هو انت قلتي لهبه ان انا قلت لك ان احنا ممكن نتصاحب؟ لا والله ما قلت كده. امال في ايه بقى؟ بتتكلم معايا كده ليه؟ عشان انت رحتي اشتكيتيني لهبه وخليتيها تشوفني عيل واطي، وانا اصلا ما عملتش حاجه. لا، انت اختفيت وبطلت تتكلم معايا. طيب تيجي تكلميني انا تقولي لي انا متضايقه منك. هو انا عارفه اتكلم معاك في حته اصلا؟ ده انت ولا بتبص في ناحيتي في الفصل. سهر قالت لك؟ لا طبعا، لا طبعا سهر مالهاش دعوه. امال ايه؟ ليه فجأة بطلت تتكلم معايا؟ بقى لك علينا كنا اصحاب. حلوة، انت بجد عايزانا نتكلم كاصحاب ولا كحاجة تانية؟ اصحاب بس. طيب انت عندي زي هبة ودعاء وممكن اكتر كمان، وانت عارفة كده كويس. ممكن اكون فكرت ان احنا نتصاحب بس خفت عليكي. خفت عليا من ايه؟ من كل حاجة يا حلا، حتى انا نفسي ممكن اذيكي، وانا ما اقدرش اخليكي تعملي حاجة غصب عنك وانت مش عايزاها. اعمل اللي انا مش عايزة اعمله. ما دلوقتي هو بقولك من وراه. طب يا حلقة، انت فاكرة ان انا كده مبسوط؟ طب انت بتحب زهر بجد؟ يعني ايوه بحبها طبعا. هتتجوزها؟ لا طبعا. هتجوز ايه يا حلقة؟ الفيلم اللي انت عايشة فيه ده. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مفيش حاجة. طب ممكن بعد اذنك ما تعيطيش عشان خاطري؟ انت على فكرة بتبقي حلوة قوي لما تعيطي. انت عارفة ما تقوليش كلام كده. كلام ايه؟ لا انا مش بجاملك على فكرة، انا بجد ما اقدرش اشوف الحلاوة دي وافضل قاعد ساكت. حالا انتي بنت حلوة قوي ورايقة وأحلى بنت في المدرسة كمان. ليه؟ بجد. ولو انتي بتحبيني على فكرة دي حاجة كبيرة قوي عليا، ممكن أكون ما استاهلهاش كمان. أنا بس عايزك تخافي مني شوية. أنا بخاف من كل الناس إلا أنت. لا يا حل، حتى أنا ممكن أذيك غصب عني، وأنتي ما ينفعش حد يأذيكي.